بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم حبيبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت يا جماعة اللي بيتفرجوا على القناة لأول مرة، إذا عجبكم الفيديو عجبتكم القناة، الضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد. الجرس اللي هو الإشعارات الكل. النهاردة إن شاء الله الفيديو جولة في الهرم ستايل، كل شيء ب 23 ريال. طبعا هو كل شيء ب 20 ريال، بس طبعا عشان الضريبة 3 ريال دي فالقطعة هتبقى ب 23. موديلات حلوة قوي للبس الأطفال، لبس العيد. هتشوفوا فساتين حلوة للأطفال، البنات، بنات صغيرين، وبيجامات قطن بناتي، وشوزات سبورت بناتي حلوة قوي برضو. كل ده على 23 ريال. يا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم. زي ما انتم شايفين الفساتين البناتي دي، اي فستان منهم على 23 ريال. الحقيقة شكله تحفة وحلو قوي. هو من فوق جينز ومن تحت دانتيل، بس مدي شكل جميل قوي. حلو قوي اللي فيه الوردة على الوسط ده، برضو الجزء اللي فوق جينز والنص التاني دانتيل. فيه طبعا الوانات ومقاسات مختلفة. حلو برضو اللي على روز ده او بينك ده، برضو على 23 ريال. اي حاجة اي حاجة على 23 ريال. فساتين صراحة تحفة وحلوة وخامتها كويسة. يعني انا شفت الخامة معقولة وجميلة الاشكال اهي، وفي مقاسات طبعا مختلفه. حلو قوي الجنس ده، سيمبل قوي. ده فستان برضو بناتي جميل قوي برضو الموديل ده. شفتوا برضو الموديل ده حلو قوي. الجنس بتاعه كمان طري حلو، مش اللي هو الجنس اللي هو الناشف ده، لا، يعني قماشته فيها الجنس القطن. حلو قوي الموديل ده برضو، جميل قوي الاخضر. في موديلات كتير جدا جدا. انا بصوا يعني انا عملت لكم كده يعني مقتطفات من الموديلات، بس هتلاقوا فعلا لما تروحوا هتلاقوا موديلات كتير ما شاء الله، يعني البضاعة كتير وموديلات مختلفة. جايبين حاجات حلوة قوي للعيد، ملابس العيد. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعودوا علينا وعليكم بخير يا رب. دي بيجامات بناتي برضو. دي زي جلابية قصيرة كده، كل القماشة قطن على فكرة. شكلها اهو في منها الوان مختلفة برضو. جميل قوي الشكل ده برضو. دي برضو جلابية بناتي. في الموديل ده برضو زي ما قلت لكم المقاسات مختلفة، يعني في البنات الصغيرين والبنات لحد 12 سنة، يعني تلاقوا جميع الأعمار. حلوة قوي دي برضو. مشيتها ناعمة. جميل حلو الأحمر مع الأصفر، بيدي كده زهوة حلوة ويبقى حلو قوي في البنات. ده شكل تاني.
هتلاقوا بقى منها كل الألوان. شكلها اهو، بحاول طبعا اطلع لكم واحده بره كده عشان تشوفوها. دي قماشتها قطن برضو، هي شكلها شيكه وحلوه قوي. في منها كذا لون برضو، في الفوشيا والموف والبنفسجي، حلوه قوي الفوشيا دي. هتلاقوا بقى جلابيات بناتي وبيجامات، حاجات كتير جدا يعني. شوفوا الاشكال كتير جدا اهي، حاول اطلع لكم من كل موديل حاجة كده. جميل قوي دي، رقيقة قوي برضو دي. هطلع لكم واحدة منها تشوفوا كده الموديل ده، ينفع فستان برضو خروج، شكله جميل قوي. وكمان قماشته قطن حلوة خفيفة يعني، ما تحررش. لحزام كده من على الوسط، في يونكة حلوة قوي جميلة، مديها شكل حلو. اي حاجة على 23 ريال. ده برضو فستان بناتي، اشكال اهي، زي ما قلت لكم ما شاء الله البضاعة كتير، فانا محتارة اصور لكم ايه ولا ايه. ده بقى حاجات بيجامات برضو بناتي للبنات الصغيرين. بصوا انتوا هتلاقوا هناك جميع الاعمار يعني، من البيبيهات الصغيرة للبنات اللي هم 3 4 سنين وسنتين، وكل الاعمار، 10 سنين، 16 سنة، 12 سنة. متوفر مقاسات كتير ومتوفر كمان الالوان، يعني تلاقوا من نفس الموديل كذا لون. دي بقى ده طقم خروج برضو بناتي، جميل قوي حلو. الاستراس عليه على البلوزة وعلى البنطلون بنتكور، برضو الاستراس على البنطلون. دي بيجامات بناتي صغيرين، دي قطن برضو ومشيتها. اشكال اهي، حلوة بيجامات بيتي، حلوة صيفي للبنات. قماشتها بجد حلوة، انا شفت القماشة، قماشة خامتها كويسة. شايفين ما شاء الله كتير، موديلات اهي، جميلة قوي دي. الروز والاحمر والفوشة بيبقى حلو قوي في البنات، روش كده.
جميل أوي الأصفر الكناري ده برضو. على كل شكل ولون. يبقى زي ما قلت لكم الموديل الواحد متوفر منه، حلو قوي جميله الفوشه دي، متوفر منه مقاسات كتير يعني ما شاء الله، تلاقوا البضاعه متغيره كتير قوي. وبكده خلصت جولتنا في الهرم ستايل، كانت فساتين بنات صغار وبيجامات بيتي. يا رب الجولة تكون عجبتكم، إذا عجبكم الفيديو سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله أشوفكم على خير، مع السلامة.